يقول نسمع عن البعض يقرر السؤال على عدد من العلماء طلبا للرخصة، وما معنى من تتبع الرخص تزندق؟ نعم، العبرة باتباع الدليل، ما هي بالعبرة بالفتاوى والأقوال، العبرة بما قام عليه الدليل. فالعالم الذي يفتي بفتوى أو يقول بقول يخالف الدليل لا يجوز الأخذ بفتواه ولا بقوله، وإنما يؤخذ بالقول والفتوى الذي ينطبق عليه الدليل، هذا هو الواجب، لأن الواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس طاعة غير الرسول. ليس لنا إمام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعلماء والأئمة يؤخذ بأقوالهم إذا وافقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من خالف فلا يؤخذ بقوله. نعم.